تعليقك على ما قام به جيش الاحتلال قبل قليل من هذه الحملة الموسعة لمخيم عقبة جبر غرب أريحة. يعني حقيقة ما بتقدر توصف الحالة في مخيم عقبة جبر. قوات همجية اقتحمت المخيم في معاد ترويح المدارس، روعوا كل الطلاب الصوت الابتدائية والأولى والثاني والثالث والرابع، وكلها بتصارخ وبتصرخ في الشوارع، والجيش بيضرب القنابل ما هامه أي شيء. اعتداءات وحشية على كل المواطنين وإغلاق جميع الشوارع. كيف بدهم يروحوا الطلاب يصيروا لبيوتهم؟ هذا شيء ما بتقدر توصفه. الاعتداءات الهمجية، هذا الاعتقالات والقتل، اللي بدهم يسعفوا شاب بأخذوا الشاب اعتقلوه من الأسعاف، يعني شيء لا يطاق. وأنا بقول لك أنا من ضمن العقاب أساء الأدب، وهذه الحكومة عارفة أنه ما في عقاب، ما في حدا راح يحاسبهم، ما في حدا راح يسألهم، وهذا الشعب له الله فقط. يعني ما الرسالة التي تودون أن توجهوها للمجتمع الدولي بصفة عامة إزاء هذا المشهد؟ يعني ما فيش مجتمع دولي، في مجتمع منحاز، في مجتمع مع القوي ضد الضعيف، في انحياز كامل. عندما يقتل إسرائيلي تقوم الدنيا ولا تقعد، وعندما يكون في ردة فعل فلسطينية هنا المصيبة بتقوم أكثر. العالم بتطلع على ردة الفعل، ما بتطلع على الفعل الإسرائيلي اللي بيكون فيه شجاه شعبنا الفلسطيني. نعم سيد جهاد، يعني هذه الحملة وتلك الاقتحامات ربما تأتي على بعد مسافة قليلة من حوارة، حيث كان رئيس الوزراء الفلسطيني قبل قليل يزور البلدة. يعني دلالة ذلك، وما الرسالة التي يمكن أن تقدمها السلطة الفلسطينية في ذلك المشهد؟ يعني السلطة الفلسطينية هي واقفة مع شعبها. السلطة الفلسطينية بتعمل من أجل حماية شعبها بكل إمكانياتها، إلا أنه هذا الاحتلال الهمجي هو ما في قلبه رحمة، هو بيعتدي على جميع مكونات شعبنا الفلسطيني ويعتقل ويقتل ويجرم، لأنه ما في محاسبة لهذا الاحتلال. هل من أي اتصالات يعني بينكم كمحافظة وقوات الاحتلال الإسرائيلي في هذا التوقيت؟ نهائيا لم تجري أي اتصالات ولا أي مكالمة بيننا وبين هذا الاحتلال، ولا التمسيك مقطوع منذ فترة طويلة. وتحدى إذا أي مواطن حكى مع هذا الاحتلال أو قابلهم أو واجههم أو تحدث إليهم. طيب ما الذي يمكن فعله في هذا التوقيت الذي كما تفضلتم هو توقيت خروج المدارس والموظفين من العمل؟ يعني توقيت وقح وقبيح من طرف هذا الاحتلال من أجل ترويع الطلاب وترويع كل المخيم عقبة جبر في هذا الوقت بالذات. يعني لو توجهون رسالة سيد جهاد، توجهونها لمن في ذلك التوقيت؟ يعني احنا بنوجه رسالة لكل الشارع العربي، ما بوجه رسالة للحكام العرب. انا بوجه رسالة للشارع العربي انهم ينتظموا، انهم يقوموا يتحركوا. ليش كوقتاش هذا الشارع العربي بيبقى نايم متفرج على ابناء شعبنا الفلسطيني وهو يذبح من هذا الاحتلال المجرم؟ الى متى يستيقظ هذا الشعب العربي؟ احنا بنناشدهم، بنقول لهم اخوانكم في فلسطين يريدون منكم الاغاثه، ويريدوا منكم ان تكونوا تسيروا المسيرات وتسيروا النشاط من اجل حمايه الشعب الفلسطيني.